أحلاكم بالموصل كل العراق كل العالم بكل مكان باقين احنا دوم معاكم راديو الغد وياكم أهلنا ونطلب رضاكم راديو الغد وياكم مستمعينا محلاكم راديو الغد آخر الأخبار المنوعة ضحك وفرفشة مسابقات وجوائز فوانيس من السبت إلى الخميس بعد 10:30 مساء على راديو الغد رمضانك أحلى مرحبتين ومرحبتين مساء الخير لكم مستمعينا أكيد كل التحيات الجميلة لكم فوانيس ابتدى في هذه اللحظات الله ودائما المرحبا عنا مرحبتين انا ورندا سلطان مساء الخير رندا كيفك يسعد لي مساءك جورج غرام شلونك شخبارك ان شاء الله ضروري تقول لي كنيتي يعني مساء لازم مساء الخير لك يا رندا كل التحيه توصل اكثر مرحبتين عليكم وعليك عليك يا جورج انت وحسام ويسعد لي مساءكم مستمعينا الكرام يا رب تكونون بخير وبصحه وبعافيه اكيد بهذا اليوم حنكون وياكم اني وجورج بحلقه جديده من برنامج فوانيس اليوم 10 من رمضان مستمعينا وأول 10 أيام مضت وإن شاء الله تكون مباركة على الجميع وإن شاء الله 10 القادمة تكون هوينة وتكون سهلة وتكون سهلة على الجميع من خلال الصيام من خلال الواجبات من خلال كل ما يدعوكم دائما لقضاء شهر كريم وفضيل الفرصة يمك ومشاركتك تقربك من الفوز بقطعة الذهب المقدمة من بريمالاك والسحبة راح تكون بنهاية شهر رمضان وسؤالنا لليوم في أي محافظات العراق تقع مدينة الموصل؟ نستقبل إجاباتكم على الرقم 0772-882-3838 اكتب في بداية الرسالة سؤال رمضان زائد الإجابة الصحيحة حتى تدخل القرعة اليومية في برنامج فوانيس إجابتك الصحيحة يومياً تقربك من قطعة الذهب المقدمة من بريمالاك الحليب الأول في العالم بعد الرضاعة الطبيعية بحبك كل يوم أكثر ورجعنا وياكم مستمعينا الكرام وبعد ما سمعنا سؤال الحلقة اليومي هذا السؤال اللي ينعرض كل يوم وينتهي مع بداية برنامج فوانيس أكيد اليوم اللي جاوبوا على هذا السؤال أكو أسماء هواية وعدنا هاي الأسماء دخلت القرعة وهسه رح نسحب واحد من هاي الأسماء أني وجورج حتى نعلن عن الفائز واللي حيدخل ويانا بالقرعة الكبرى اللي هي القرعة النهاية شهر
شهر رمضان المبارك. شو وقت ما ينتهي شهر رمضان نسحب هاي الأسامي كلها اللي تأهلت ويانا. خلينا نشوف منو اللي تأهل ويانا لهذا اليوم. يلا منو يا رندا. يختار الاسم أني لو أنت؟ لا أنت دائما إيدك خضرة دائما. الله يخليك تسلم لي. هاي الأسماء طبعا هواية وهسه دن اختار اسم. يلا نشوف منو حيفوز. حسام. أنا سحبت اسم هسه ويا ترى منو اللي حيفوز؟ مبين اسم شاب صح؟ ما أدري بعد. دا أفتح الورقة ولا اسم بنت؟ شو تقول أنت؟ أنا أقول اسم شاب. أوكي وأني هم أقول اسم ولد ونقول لفراس العراقي ألف ألف مبروك، تأهلت ويانا للقرعة والسحبة الكبرى نهاية شهر رمضان المبارك واللي حتكون مقدمة من شركة بريميلاك للحليب وهي قطعة ذهب قيمة. ألف مبروك يا فراس، تأهلت ويانا حتى تكون ويا باقي الأسماء المتأهلة. يعني لحد الآن عندنا 10 أسماء تأهلت وإن شاء الله بنهاية رمضان حيكون عندنا 30 اسم حنختار منهم اسم. كل تحية إلى يا مبروك فراس. يا فراس مبروك يا فراس وكل التحية أكيد لألك، وأكيد راح نتابع أكيد معكم مستمعينا ونبدأ مسابقتنا ورحلتنا اليومية دائما من فوانيس. ورحلتنا اليوم أنا ورندا. كل أم تهتم بصحة طفلها ودائما تكون حريصة على النظام الغذائي إله، ومن نجاني علاوي للدنيا بديت أنطي حليب بريمالاك إلى عمر سنة ونص. شنو فوائد هذا الحليب؟ بريمالاك يحتوي على الحديد المكمل للرضاعة الطبيعية. ماما أريد أشرب حليب. يا معودة، علاوي صار عمره 5 سنين ويشرب حليب. طبعا بريمالاك فورتي متوفر أيضا من عمر 3 سنوات إلى 10. هو مكمل غذائي للأطفال ومدعم بالحديد والفيتامينات، والأهم من هذا يحتوي على زيت السمك لزيادة نسبة الذكاء حتى يزيد من تركيزه بدراسته. لعد أنا هم رح أختار حليب بريمالاك الحمودي وعبودي والسارة ويارة لأني ناسب أعمار أطفالي كلهم. بريمالاك الحليب الأول في العالم بعد الرضاعة الطبيعية. للتواصل أكثر والمشاركة في برامج راديو الغد اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0773-777-33-7 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838. رندا سلطان. رندا سلطان. نعم. بالتقديم نفس الشيء سوي حسام دي سوي يا بس أني أكيد جاوبتك لأن أعرف شنو حتقول يعني. أوكي وجورج غرام أكيد مرافقكم كمان مستمعينا اليوم بفوانيس، ورح نبدأ الانطلاقة باسمين واتصالين ومشتركين. ومين في معنا حسام؟ بس الجائزة شنو حتكون اليوم؟ صح الجائزة صح هي أني أقول لهم أنا الجائزة حتكون ست البيت مقدمة من شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. نعم. وحنشوف يا ترى من المحظوظ واللي حيفوز ويانا اليوم بست البيت أو المحظوظة بالضبط. يعني هي أنا أشمل الشباب. نعم. والبنات. نعم. بهاي الجملة. نعم. من. نعم. المحظوظ يا ترى. إذا محظوظ فبيكون ممتاز يعني. إذا محظوظة ف بس أكيد حيكون من فريق اليوم إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله خير. على كل حال لازم تعوض، لازم تعمل ريمونتادا اليوم رندا، ورح نبدأ بأول اتصال معي وردة الحب. أكيد بدها ياكي. ألو مرحبا وردة الحب. ألو مساء الورد. مساء الورد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبتي. الحمد لله. أنت شلونك؟ أحلى أحلى جورج غرام. إن شاء الله متألق دوم ويوم لك. تسلمي لي. شكرا كثير لك يا وردة الحب. تحياتي كل إلك. أنا وياك أكون. لا أحلى جورج غرام. لا لا تقولي يا لا لا لأنه هي فنودة قلبي. حياتي أنت فدوى القلب وردة الحب. ورنا أكيد حتكون بفريقي ويسعد لي مساء شارنا. مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا رنا. اهلا وسهلا فيكي. تحياتي لحسام المتالق. يا سلام. تحياتي الرناوي. الرناوي اوكي. تحياتي لك وردة الحب. تحياتي. يلا اوكي يلا شي نص ساعه ونرجع لكم انا ورندا. اي نعم. يلا ركزوا زين. وردة الحب ورنا. ان شاء الله يكون السؤال سهل. ان شاء الله السؤال حيكون وياي وركزوا زين.
سهل جدا السؤال، جدا جدا جدا. يلا جاهزين؟ يلا. السؤال يقول: ما هو المكون الرئيسي للزجاج الجست لورامل؟ الرمل. أحسنتي أحسنتي، وردة الحب. وردة الحب جاوبت وجاوبت أو سلام. جابت أول نقطة لجورج وصار 1-0. أي نعم 1-0. الله. الله 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 أشغل عز حسام بقى. حسام أشغل عز. ورجعنا وياكم مستمرين وياكم أحبتي المستمعين، وخلصنا أول جولة وردة الحب ورنا وجابوا نقطة الجورج، وأكيد تسمعونا عبر الترددات 94.9 و89.9 وأيضا عبر تطبيق الغد أف أم. أحس نفسي مثل رمز من يحكي بسرعة ما شاء الله عليك. إيه بدي أقلك إيه آخر شيء شو بده يصير إلا بعدين. أوكي. شايف رمز بدي يطلع يحكي مقدمة يحكي بسرعة. أنا ما أصلا شلون ده يحكي يعني أوكي أنا يحكي بسرعة هيك يعني. أنت لا لا بالعكس لا لا أبداً لا والله عن جد انت هادي خزيت العين، بس انت لما هيك يعني تجيكي هيك مثل ما بيقولوا الحكي الطويل خلاص اوكي بعد ما تسكت بعد ربع ساعه. بتذكروها بترند مره ما شاء الله علقت تقريبا معي من 10:15 تقريبا ما اوكي تمام. خلينا نروح لإلياس ويسعد مساك الياس ونورتنا عبر فوانيس. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك. شلونك يا الياس؟ كريم عليكم. اهلا وسهلا فيك الياس، على فكره كان معي اليوم كمان يعني بالخزنه اذا بدك. شنو فاز لو ما حدا ربع اليوم؟ ايه المفروض وياي حسين، لان انتم بالبدايه الاغنيه وين الياس وين حسين. ايه والله صدقت مزبوط كلامك صح. يلا يا لوس اهلا وسهلا فيك، مع مين الياس؟ والله اني احبكم واحترمكم اثنينكم، بس راح اصير ويا جورج. اهلا وسهلا، يسعد لي اوقاتك، بتنورني يا ألوس. يا اهلا وسهلا فيك. محمد رعد مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام. كمان محمد رعد اليوم كان معي. الو عين استاذ جورج، اخبارك؟ شو اخبارك؟ اهلا يا محمد رعد، تحيه لك. هلا حبيب القلب. شو تعيش؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ ان شاء الله تكون بخير. والله بخير الحمد لله، انت بخير بخير. الله يحفظك يا رب. محمد حتكون وياي وبفريقي والياس ويا جورج. يلا يلا اوكي زيان. يلا السؤال يقول: ايش يقول؟ فمن هو؟ شو السؤال؟ يلا بسرعه. شو الياس؟ لا اثنيناتكم ما جاوبتوا، معقول؟ شو الياس؟ استاذ جورج يلا السؤال يقول: دولة عربية في قارة افريقيا، اوكي دولة عربية في قارة افريقيا اولها الف ولام طول بالك بس دقيقة، اولها الف ولام واخرها الف ولام ووسطها ركن من اركان الاسلام، الجزائر ام الصومال؟ الصومال. أحسنت الياس الياس. هاي شنو أيوة فريق أيوة. جورج اليوم متألق ما شاء الله اليوم وكل يوم. هتعملها وصعد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير. أيوة خدت إيه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بوش. عم تسمعوا الراديو الغد ومنازع صعيدي وبناخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحل.
معكم مستمعينا الكرام وبأي مكان دا تسمعونا. أكيد إحنا اليوم أني وجورج المنافسة، أحب أقول لكم المنافسة رح تبدأ، التحدي رح يبدأ. شو بدأ؟ صرنا نص الحلقة؟ شو لا 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 ماكو، صارت 2-0 بعد حقلب الوجه الثاني خلاص. أوكي لا ما تشوفوا بقى عندك شك بالموضوع؟ رندا هيك المسالمة والحبابة بالضبط، حتشوف الوجه الثاني عظيم. خليني أروح لملك لا مهند يقول مساء الخير لمهند. ألوه ألو يا مهند، أخبارك يا مهند؟ مهند تسمعنا؟ قطع الاتصال وإن شاء الله ترجع تحصلنا مرة ثانية ويانا ملك الحياة. أهلا وسهلا بك يا ملك. هلوز هلوز ورحمة الله وبركاته، كيفك؟ كيف الحال؟ أهلا أهلا وسهلا فيك يا ملك الحياة. يا أهلا وسهلا فيكم في حسام. أهلا وسهلا يا ملك، نورتنا. شلونك حسامدة؟ الحمد لله تمام، شخبارك؟ تحية إليك وكادر راديو غد كافة المستمعي. الله يسعد لي مساك. أهلا وسهلا. ملك ويا من راح تكون؟ أكيد ويا جورج. والله والله أنا اختيار صعب يعني، لكن أنتوا كلكم غالين يعني. الله يخليك، ماكو أي فرق. شو يلا يا ملك، خلي رحوية خلي رحوية رنود. مين رنود؟ يقول منو رنود؟ منو يعني؟ لو عرندا يعني. رندا معقول اخوي رنود، انا سمعت له فكرت رناسه. طيب اوكي يلا اوكي مع رندا. اتشرف بك اكيد يا ملك، وحنروح لاتصال اخر. ابو رضوان يسعد مساءك. ابو رضوان كيفك يا ابو رضوان؟ اهلا بك ابو، اهلا وسهلا، ان شاء الله رمضان كريم يا رب. علينا وعليكم. امين يا رب. ابو رضوان انت معي بفريقي. اوكي اوكي يلا جاهز؟ جاهز يلا من عندكم. وإلى حسام، ركزوا وياي، سؤال كلش سهل. سؤالي يقول من هي الدولة التي استضافت كأس العالم عام 1998؟ فرنسا أو ألمانيا؟ ألمانيا ألمانيا. اثنيناتكم غلط. برازيل برازيل. اثنيناتكم لك لا فرنسا ولا لا هي فرنسا هي. فرنسا لو ألمانيا البرازيل ماكو. على فكرة خسرت البرازيل يوميتها بالنهائي 3-0 وفي جولين جابون زين الدين زيدان برأسه في مرمى البرازيل. استمعينا دائما عبر أثير راديو الغد وفوانيس، مستمر معكم جورج غرام ورندا سلطان وحسام حمو في الإخراج، ومننتقل أيضا لاتصالين جداد. بدي أقول مساء الخير لا بلال. هيا بلالو. بلالو السلام عليكم. بلالو أنا سامع في حدا السلام. اسمه جورج عم يرد علي كمان. ألو بلال. بلال اسمعك جورج. بلال أنا ما عم بسمعك. عم يقطع الصوت يا بلال. ألو ألو عم تسمعني ولا ما عم تسمعني يا بلال؟ اسمعك جورج. أخبارك؟ صوتك عم يقطع. أنا منيح تمام ماشي الحال، يسعد لوقتك يا بلال. بلال مع مين؟ مع رندا ولا مع جورج؟ شوفي ست رندا. الحمد لله تمام، ربي يحفظك. انت شلونك؟ ان شاء الله بخير. انا مع رنود. مع رنود تمام. تصطفت نروح مع رنود. اوكي شنو زوجك بس فهمني. لا يعني هيك رنود. اوكي يا ماشي اوكي خلينا نشوف ام علي ويسعد لي مساءك. ام علي ولا ام رح؟ ام علي. ام علي مرحبا يا ام علي. مرحبا. اهلا وسهلا مرحب. اهلا بيكم. شلونك؟ ان شاء الله بخير ام علي. والله بخير. خليني مجال سلم علي يا ام علي. طيب سلم تفضل. مرحبا يا ام علي. يا اهلا وسهلا ام علي. انت اليوم مدلله عندي، لازم تكوني يعني انت فريقي هلا. اوكي ان شاء الله. فانت يعني هلا هيك ام علي الغاليه. الله يخليك. اهلا وسهلا. يلا ام علي جاهزه؟ بلال ركز حتى تجيب لي النقطه. يلا اوكي ام علي نعم. انتبهي نعم. كيف راح اسال السؤال؟ اوكي تمام يلا ركزي نعم. يلا السؤال يقول ما هو اقرب كوكب الى الارض من هذين الكوكبين؟ من هذين الكوكبين الزهره ام المريخ؟ المريخ. برافو 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 أم علي جاوبت وجابت النقطة الثالثة. بس مشان الله جيب لك شي نقطة أنت. الله يوفقك. لا تدري شنو أنا وشيماء قلت أني هم 3 وهي 0 بعدين هي ربحت فأني هسه متفائلة عادي ولا هيك شيماء تقبريني نهائيا ما مقهورة أبدا. هذيك شيماء تقبريني بعد ما أريد نقاط بالبداية، أهم شي بالنهاية. هذيك شيماء مو أنا. حنطبق هاي اليوم. هذا البرنامج برعاية شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية.
معك الليلة مهموم وسارح في خيالي جربت سنين طويلة. ورجعنا وياكم مستمعينا الكرام وما زلنا مستمرين آني وجورج باستقبال اتصالاتكم، وأحب أذكركم أنه جائزة اليوم هي ست البيت مقدمة من شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية، وأكيد سحبنا القرعة أيضا الشهرية ببداية الحلقة وتأهل ويانا فراس العراقي لنهاية شهر رمضان ويا الأسماء اللي تأهلت ويانا خلال العشر أيام من بداية شهر رمضان لحد الآن، وأكيد ما زالت الأسماء مستمرة بدخولها للقرعة من خلال السؤال اليومي اللي يعرض طيلة أيام شهر رمضان عبر راديو الغد. كل يوم السؤال أكيد يتغير مو نفسه. هسه رح نبدأ بهاي الجولة مع اليتيمة وأم مرح. اليتيمة نقولها يسعد مساءك وأهلا وسهلا. ألو مرحبا. مرحبتين يا يتيمة، كيفك؟ زين أنت شلونك؟ شو أخبارك؟ يسعد لوقتك، رمضان كريم علينا وعليك إن شاء الله. يا مرحبا يا يتيمة، أهلا وسهلا فيك. الحمد لله تمام، أنت شلونك؟ إن شاء الله تكونين بخير. والله زينة حبيبتي، الله يخليك. الله يحفظك يا رب. اليتيمة ويا منو حتكونين؟ ويا جورج حتى أخسره. أي حتى تخسريني. أهلا وسهلا فيك، يسعد لي وقتك. يلا أنا منبسط لما تخسريني يا يتيمة. واني انبسط اكثر يعني. متفائل فيك يا تيما. وانا اتفائل اكثر. اهلا وسهلا. اوكي يلا اوكي نروح لام مرح. يسعد مساك ام مرح. ومساك فرند، عشانكي الحمد لله تمام، انت شلونك؟ والله الحمد لله بخير، الله يسلمك ويحفظكي. اهلا يا ام مرح، يسعد لي وقتك يا ام مرح. ام مرح انت فريق رندا اوكي؟ ان شاء الله. يلا اوكي، والسؤال من عند رندا. ركزوا زين، السؤال يقول من أين تصنع غرف النوم والأسرة، الذهب لو الخشب؟ خشب. شنو؟ منو قالت الخشب؟ يتيمة. أنا مرح. مرح جابت اليتيمة، قالت الجواب الصحيح. لا قال إيه، قالت شنو مزبوط شنو؟ طيب أخيراً جتي النقطة الأولى. هلأ هي ما قالت شنو؟ كم حرف في حرف الخشب؟ في حرف الشين؟ شبيك يا معود؟ طيب مبروك أول هدف. 3-1. دلع دلع دلع. وننتقل مباشرة لاتصالين جداد معي مروان. مساء الخير مروان. ألو. مساء الخير جورج. مساء الفل يا مروان، أخبارك؟ والله الحمد لله شكرا، أنت أخبارك أمورك؟ أهلا وسهلا فيك، سعد لي وقتك يا أحلى مروان الغالي. شو يا مروان، مع مين بك تروح؟ أول شيء خلنا نسلم على رندا. يلا سلم على رندا. أهلا وسهلا، شلونك؟ إن شاء الله تكون بخير. ما مستعجلين اليوم. والله الحمد لله شكرا، أنت كيف صحتك؟ الحمد لله ربي يخليك. مروان ويا منو حتكون؟ خلي اختار الوراي. لا لازم تختار، بما أنه أنت أول اتصال. يلا مع جورج. مع جورج. يلا أهلا يا مروان. حتى تخسر مو؟ أي لكان. لا ما اخذت. تمام يلا نختار ايضا اتصال اخر. سعيد حيكون ويانا ويسعد مساءك يا سعيد. مرحبا يا سعيد. اهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليك وعلى علينا جميع، على جميع يا رب. اي والله اهلا وسهلا فيك. اهلا يا سعيد، شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. اهلا ابو سعود الغالي، يسعد لي وقتك، تحيه لك. سعيد حتكون ويايا. نعم. اهلا اهلا يا سعيد مع رندا. يلا اوكي يلا سعيد حضر نفسك. يلا اوكي حلو التحدي هيك بيناتكم. من عندي سؤال. من عندك السؤال جورج، بس اعتقد سؤال؟ سعيد يمكن ماذا يسمعنا زين. لا عم يسمعنا سعيد، عم تسمعنا؟ نعم نعم. تمام. يلا اوكي سعيد سؤالك، وانت مروان كمان. مروان نعم. يلا نعم مروان جورج.
ما هي الجيولوجيا؟ هي علم الفلك أو علم الأرض؟ علم الأرض. أحسنت يا مروان. علم الأرض. أحسنت يا مروان. يمكن سعيد فايبر صح؟ من هذا جواب متأخر، حسيت أكو خلل. 4-1. مروان فايبر وجاوب قبله. حرام يا حرام حرام، شو عم يصير فينا هون؟ بعد شوية قول على نفسك يا حرام. 4-1 صارت عادي مو مشكلة، هي كانت 3-0 مع شيماء اللي يضحك بالأخير. يتمنى وخلي هسه نستقبل الاتصالين اللي حيكونون ويانا مستمعينا الكرام. ويانا أم رائد، ومساء الخير والورد عليك أم رائد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. رمضان كريم عليكم. على الجميع وعلينا وعليك يا رب. شلونكم؟ أخباركم؟ إحنا زينين سماع أصواتكم الحلوة إن شاء الله دوم. الله يخليك يا رب. أم رائد أهلا وسهلا فيك إن شاء الله. يا مرحبا يا أم رائد. مع مين ست أم رائد؟ اثنينكم ولادي واثنينكم أعزاز علي. الله يخليك. الله يعزك والله. يلا اختاري يا أم رائد. ايش اختار؟ انت غالي وست رندا بنت السلطان بعد اغلى هم. الله يخليك والله انت غالية علينا. شو يا ست ام رائد؟ يلا اختاري ام رائد. يلا وياك. اهلا وسهلا فيكي، نورتيني يا ام رائد. عبد الحكيم بيك. مرحبا يا عبد الحكيم. السلام عليكم. كيفك؟ كيف الحال؟ وعليكم السلام. مساء الخير يا أهلا. أهلا وسهلا. مساء الورد عبد الحكيم. عبد الحكيم حتكون بفريقي. حظك اليوم مع رندا. والله شو كان كمان معك أم رائد مبارح؟ إيه. ومنو فاز؟ هي فازت. هي فازت. ما شاء الله. الله يبشرك. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. عندها ثقافة. إن شاء الله اليوم تجيب النقطة. ثقافة عالية جدا يعني ما شاء الله عندها ست أم رائد. أهلا وسهلا فيها. يلا جاهزين للسؤال؟ جاهزين إن شاء الله. يلا أوكي يلا. يلا السؤال ويا يارك زوزين. السؤال يقول ما هي أصغر دولة عربية من حيث المساحة؟ البحرين لو الكويت؟ جاوب الأول. جاوب صحيح عبد الحكيم وجاب لي النقطة وما خيب ظني وصارت 4-2. مبروك رندا. بعد مو من قلبي ما شفت شيء. شو بيقول لك المثل؟ تفرج على الحلاوة حلاوة دي بلدي نقاوة نقاوة، مو هيك حسام؟ يلا دي بلدي ونقاوة نقاوة لك بوت. بص خذ لك صندوق
بخلاص زي ما بتحبيني. طبعا ماكو اغنية جورج ما يتفاعل وياها رهيب بس يعني فظيع فظيع حلوة هالغنية. لا والله ما حلوة لا ما حبيتها عن جد أبدا. هي شو كان اسمه اللي عم يغنيها يعني فقاعة عجبتك حجازي متقال هذا لو ما حسام غششك هذا ابنه لسيد سيد متقال تعرفي سيد أوكي. متقال لا والله هذا صعيدي قديم كتير عتيق جدا 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 يعني من الفن الشعبي المصري القديم كتير حلو. أهلا وسهلا يا أهلا رند كمان في معنا اتصالين جداد معي علوش مرحبا يا علوش ألو الله يسعد مساكم بالخير والعافيه مساك يا غالي اهلا وسهلا رمضان الكريم عليكم على اهلا وسهلا فيك تحياتي لكم تحياتي للمخرج تحياتي للمستمعين شكرا يا علوش يسعد لواتك علوش مع مين ماكو فرق اكيد ماكو فرق مع مين علي مع مين يا علي يلا سيقول جورج يلا ويا جورج يلا شفتوا احلى خجلانين مني ايه لانه ما بيقدروا بيخجلوا منك لانه هن بيعرفوا انه جورج الاقوى دائما اوكي سبحان الله هسه حنشوفه بهاي الجوله تحديدا يلا اوكي بس يكون ما تفشل مرحبا اسامه الو الو السلام عليكم استاذ جورج وعليك السلام اهلا وسهلا جورج عايش شلونك اخبارك الحمد لله تمام انت شلونك اسامه والله بخير الحمد لله اهلا وسهلا يسعد الله اسامه حتكون بفريقي وعلي ويا جورج بس أنا يعني مراهنة على هاي الجولة يعني لازم أجيب نقطة بيها يلا علوش شد الهمة إن شاء الله أوكي علوش يلا أنت دارونا بالأسئلة يلا والله كلها سهلة والله سهلين والله يلا أوكي علوش الله يرضى عليك شد الهمة مشان إذا اسمك بالقرعة يعني مو مشان شيء مشان تربح إن شاء الله يعني أنا مو جايين شيء أسربح أسامة حيجاوب أسامة أوكي يلا أوكي يلا يلا السؤال يقول نحن عادة كبشر إلنا عينتين أوكي؟ ولكن لحشرات عيون كثيرة منها النحلة كم عدد عيون النحلة؟ أربعة؟ خمسة برافو يا علي والله لحاله حزرة شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ شو هاد؟ بس ما أعرف على أي على أي حشرة يعني حتى أسامة بعد ما سمع بس والله برافو شايفة؟ شوي علي ايه ايه انا كل شيء اسمه علي بده يجي لعندي هلا بيقول مرحبا لعلوش كمان الو اي واثق من نفسك اهلين بربك كيفك شو اخبارك هلا بالغالي يسعد لي اوقاتك تحيه كبيره لك يا علوش هلا فيك علوش انت مع مين انا عقيد طبعا الله يحييك شلونك شكرا لك هلا سلم يا عيني هلا سلم يلا هلا سلم ما خليت سلام اول شيء بناخذه لعنا اول شيء خليه يسلم وبعدين يسعد لي مساءك الله يخليك الله يسلم راسك شكرا يا علي ونورتنا واكيد نور نور شيخ الله يخليك هسه حشوف محمد ويسعد مساءك يا محمد مرحبا ابو حميد السلام عليكم السلام وعليكم السلام شلونك الله يخليك يا رب الحمد لله تمام انت شلونك الله يديمك اخ استاذ جورج اهلا اهلا يا حموده يسعد لي مساك وان شاء الله رمضان كريم معكم محمد من الموصل يا اهلا وسهلا فيك وتنورنا وتحيه لاهلنا بالموصل وين ما كانوا ان كانوا بالموصل او بنينوى او في كل مكان اكيد وي الغالي استرندي حبيب الله يخليك يا رب اكيد ما تيجي لعندي يعني خلص حاجه اختارني علي يعني بعرف محبتكم كبيره بس لازم واحد هون وواحد هو داي اكد انه هو كامل بدايه حيختارني يعني لا بعدين قال يقول ويا ويا سترندي قال اكيد ما في غير ما في غيرك بايام استغفر الله الله يجيبك يا طولة البال نجيب نقطة رندة يلا إن شاء الله خير إن شاء الله يلا العاد إن شاء الله محمد يلا العاد السؤال كلش سهل خاصة حلم للشباب حنشوف يلا أوكي تفضل يلا استرندة السؤال كلش سهل واختاريته بما أنه هو يخص الشباب حصريا أيوة السؤال يقول كم عدد التبديلات المسموح بها للاعبين في كرة القدم اثنين لو ثلاثة ثلاثة برافو يا علوش علي اللي جاوب طبعاً أنا أول والله العظيم محمد محمد اللي جاوب الأول محمد نعم حسام حسام شو علي علي شاف علي جاوب الأول نعم علي أنا حاوب البرنامج كافي إيش الساعة إيش قد 11:22 دقيقة خلاص كلش كافي كمل وحدك أسويها أسويها ما بتعملي ما بتخلي عني ما بتخلي عني أنا على فكرة هلا اعتبرها من هاي اللحظة ما عدرد على اتصالات أنا ايش بدك تعملي ريمونتادا اه شايفين الضحكه الشريره بالافلام البقاء للاقوى
أم الجدايل شقر. هاي الغنية موت يا ريتني تنبك معسل مو نفسها يا ريتني تنبك. يلا مستمعينا متابعين معكم بفوانيس ليوم الخميس، واكيد متابعين معكم دائما اجوانا الحلوه الحماسيه والرائعه، ونتيجه 6-2 الى الان لصالحي، واكيد كل ما زاد الفوز لي كل ما بيزيد عندكم الفرصه لتربحوا اكثر واكثر. اليوم ست البيت من راديو الغد، واكيد متابعين معكم اليوم مستمعينا باتصالين اجداد. بدي اقول مساء الخير لطه. مرحبا طه. الو، يا هلا ومرحبا، السلام عليكم. اخبارك امورك يا طه؟ الحمد لله، تحياتي لك وتحياتي لسترندا وتحياتي للكل. يا اهلا وسهلا فيك ويسعد لي وقتك يا طه، نورتني يا غالي. مساء الخير عليك يا طه، شلونك؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله، شلونك سترندا؟ الحمد لله تمام، نورتنا طه. ويا منو حتروح؟ راح اروح وياك. وياي تمام، الله يسر. هذا البرنامج برعاية شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. للتواصل اكثر والمشاركة في برامج راديو الغد، اتصل على كورك 0750-555-8889 0750-888-1115 أسيسيل 0772-888-1115 وعبر الفايبر والواتساب 0737-777-337 وللتواصل عبر الاسماس 0772-882-3838
رندا؟ اي على حالي. يبكي على حالي. طيب خلاص شو بيقول الهام مدفعين احنا معه. على كل حال مستمعينا متابعين معكم اجوانا الجميله الحلوه والحماسيه دائما عبر اثير راديو الغد وفوانيس متابع بيوم الخميس مع رندا سلطان وحسام حمو وجورج غرام واتصال جديد معي نور. مرحبا يا نور. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. شو استاذ جورج؟ اهلا يا نور، شو اخبارك؟ اهلا بك عيوني. اهلا اهلا فيكي سعداتي. الحمد لله تمام، انت شلونك؟ انا حبيبتي شلونك؟ اهلا قلبي الحمد لله تمام. ربي يخليك نور يا منور قدامي. وتحياتنا لك يا نور انت وكل المستمعين. مين عيوني؟ اهلا وسهلا. يلا يا نور مع مين؟ والله ماكو فرق. لا في فرق، في فرق الله وكيلك في فرق. والله تقول انا راح اخسر. شو مع مين؟ يلا ان شاء الله معك. معي. اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك. معي دائما ربحاني. اهلا وسهلا. يلا يا نور معنا كمان هلا ويانا ادريس. يسعد مساك ادريس واهلا وسهلا. مساء الورد. مساء النور، اهلا بك. عشان كيف تروره وشخبارك؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ ان شاء الله تجيب لي النقطة حكون سعيدة اكيد. والله الحمد لله. عشانك شلون اخبارك حبيب القلب؟ مين انا؟ ديو. اهلا وسهلا فيك، شو اخبارك؟ والله الحمد لله طبعا. حياتي للأخ نور، دائما انا اتواصل وياك بس ما اعرف شلون اصل لها. اهلا وسهلا فيك. يمكن احكي ويا دريس؟ يلا تفضلي. عشانك دريس. اهلا وسهلا، شو اخبارك؟ اهلا بك الحمد لله، انت اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. ادريس ممكن اتواصل معك لان صديقتي بتحكي وياك. عادي مو مشكله، ان شاء الله ان شاء الله. يعني انت انا رقم من كهرباء. يلا اوكي نحن نطلع شي نص ساعه هلا وبنرجع، شو رايكم؟ اوكي يلا اوكي يلا خليكم تواصلوا معنا تحت الهواء لو سمحتوا. اوكي ادريس حتكون بفريقي ونور بفريق جورج، ركزوا زين حتى هسه نبدا بالسؤال. سهل ان شاء الله سهل. من عند رندا السؤال يقول كم عدد اسنان القط؟ 30 لو 40؟ 40. برافو ادريس. ادريس اللي جاوب صحيح، عاشت ايدك. وفعلا دائما ادريس تجيب لي نقاط وصارت 7-3. حلو مبروك يا ادريس، مبروك يا ادريس. هنا يا قلبي اوبا. يا قلبي وننتقل من إدريس ونور إلى أبو غفران وداود. مرحبا يا أبو غفران. ألو. مرحب، مساء الخير، مساء الحب والعافية على الغالي أستاذ جورج. حبيبنا. تحية حب واحترام للإعلامية المثقفة رندا السلطان اللي نورت برنامج حامل حلو. الله يخليك يا رب، شكرا جزيلا لك أبو غفران. حضرت على أختنا. الله الله أستاذ رندا، لا أنت وحسام واقعينها قصر. حضرت على رندا، حضرت بحامل حلو. الله الله بيها العام على ست شيء ما. يا عيني. على ست رندا ترى ما نقبل عليها. هو لأن أني مسكينة هيك. إيه أنت ما إيه ما خواتنا وغاليات علي. لطب ياكل عشاها. الله يخليك يا رب. تسلم ابو غفران. رندا بتاكلنا نحن والقط اذا بدك. اوكي يلا هات لنشوف نروح. ابو غفران مع مين ابو غفران؟ والله انتو قوالي علي، خلي داهودي يختار واني بصراحه كل صراحه نازل اريد ويا رندا بس نجيبها النقطه تاع شويه على المرتبه والمعنويات. شو جاي حرام. يلا اوكي داود، مرحبا يا داود. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا يا داود حبيبنا. يا داود اهلا وسهلا فيك، اخبارك؟ نورتنا يا غالي، اهلا وسهلا فيك يا داود. رندا شلونك؟ الحمد لله تمام، انت شلونك؟ ان شاء الله تكون بخير. والله الحمد لله بخير. شنو القصة ثاني هبره تصير ويا رندا؟ اوكي داود يعني هسه منو حيختار؟ مين بيختار؟ داود منو حتختار؟
راح اختار شلون ممكن وياك والله كريم بس ولو اني ما تساوي جوز النقطه راح تروح اسمي يلا لا لا ان شاء الله تركز زين وجاوب صحيح وابو غفران ويا جورج انا ما راح اجاوب تاسه ترند النقطه تروح والفوز انا لا لا لازم طيب خلاص خلي نقطه لداود لك يلا خلي نقطه لداود لك يلا ركز زين السؤال ويا جورج يلا السؤال يقول ما هي أكبر دولة عربية مساحة الصومال أو السودان السودان أحسنت يا أبو غفران أحسنت ما بدي جواب على أساس أبو غفران جواب صحيح تحياتنا لك ودي لكم مستمعينا مع متصلين جديدين ولكن الاتصال أول أنثوي مع أم يقين مرحبا يا أم يقين ألو مرحبا أستاذ جورج شلونك مرحبتين يا أم يقين أهلا وصهلا فيكي أم يقين صوت الراديو عندك شوي عالي أم يقين منطفي والله والله صوت كتير يما سماعات ده تقول ماكو أم يقين شلونك شو أخبارك الحمد لله تمام شو أخبارك يا رب تكونين بخير وصحة وسلامة الله يسلمك الله يحفظك الله يحفظك يا رب أم يقين منو حتختارين معاكي ويايا أتشرف أكيد وأنا مرتينة أم يقين يا أهلا وسهلا فيك يا ضحوك ألو ألو السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام يا ضحوك أهلا وسهلا فيك نورتنا تحياتي لك أستاذ جورج وتحية للأخت العزيزة ستراندا ومنورين وتحية لكل الكادر يا مرحبا جزيلا يا ضحوك ونورتنا أكيد وتحياتنا لك تحياتنا لكم جميعا وإن شاء الله رمضان مبارك ينعاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة آمين يا رب على الجميع يا ضحوك حتكون ويا جورج بفريق جورج وأم يقين وياي وركزوا كلش زين السؤال حيكون سهل جاهزين إن شاء الله يلا ضحوك يلا أم يقين ركزي زين السؤال يقول أيهما أكبر حجما الرئة اليمنى أم اليسرى اليمنى أحسنت ضحوك جواب أسرع من أم يقين تحياتنا لكم والنتيجة صارت 9-3 اتصالين كمان جداد في رحلة الفوانيس اليوم في هذا السباق الرمضاني الحلو والرائع والراقي وفي معي اتصال ما بعرف إذا في معنا جولة غير الجولة في معنا أوكي عمار مرحبا يا عمار ألو السلام عليكم وعليك السلام عشان أستاذ جورج يا مرحبا يا عمار أخبارك شوك سترندا الحمد لله تمام أنت شلونك شلون رمضان وياك والله الحمد لله بخير رمضان طيب كثير اي والله طيب كثير اي والله يعني الجو ظريف وانت حباب مبين عليك انا راح اختار جورج اهلا يا عمار نورتني يلا عبد الرحمن مرحبا يا عبوده عبود عبد الرحمن وينك يا عبد الرحمن كيفك والحمد لله الحمد لله اهلا يا عبد الرحمن الله يسعد لي هالمسا حبيبي يسعد لي اوقاتك يا عبد الرحمن شلونك؟ عبد الرحمن مع رندا انت ها؟ الله يكون معك. نعم. انا بيتي يقول لي الله يكون وياك الحمد لله تمام ان شاء الله تكون بخير عبد الرحمن وحتكون بفريقي وان شاء الله تجيب لي النقطه برغم انه اكو فارق كبير يعني. بس اقول لكم بس لاني فايبر. على فايبر. حلو. الله يخلي وياك وانا جورج وهي رندا اوكي اهلا وسهلا فيك سيو فايبر. يلا اوكي عبد الرحمن وعمر يلا نعم. حطوا الأحزمة نعم. تمسكوا جيدا السؤال يقول في نعم. أي بلد كانت الدولة الفاطمية والمهدية في مصر أو السودان مصر برافو برافو يا عمار شو هاد شو هاد شو هاد يا رندا لا أنت اليوم لا 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 اليوم. أنت هي 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 مو خسارة هي اسمها هي مو خسارة هي اسمها شو تطلق عليها اسم ما بقدر أحكي بس فهمني ما بقدر احكي شو ها شو هاد بعد عيد 10 مرات هي مني اليك الغنية رندا وقليلي ما عم دلليك تحية لأسيل هو قال ولا في غيرك شو يا حبيبي لهواك أسيل ولا أسير أبراء
الأخير. يلا آخر الجولات. انت ملتها. يلا اوكي. شلون يعني المعنويات شلونها يمك انت؟ مدى اعرف. انا ما راح لحظه يختارني انا يا جماعه. هلا اثنيناتكم اختاروا رندا. لا رندا سبحان الله اثنينكم اختاروا. لكن الجواب راح اعطيك اياه ضرب اثنين. ما اريد اثنين. ماشي. ما يحتاج ضرب اثنين. ما اريد حتى لو ما حجاوب اني مقتنع. ضرب اثنين بتعادل. اني نتعادل. ما اريد اتعادل. بعطيكي سته. ما اريد يعني سته بتصير عندي سته وثلاثه. لا. تسعه ضل انا ربحان. لا لا. اوكي اخر اتصالين. بس بعرفه مال جورج. اخر اتصالين معي هدى. مرحبا يا هدى. الو الو مساء الخير. كيفك يا هدى؟ ليش هيك زعلانه؟ مليحه. ليه زعلانه يا هدى؟ مريضه شوي. لك سلامة قلبك ان شاء الله. هي من عين رندا. هي يعني شكو من عين رندا بس فهمني. هي لانك هي من رندا. احنا صراحه حبيبتي عشان تحكي عشان تحكي هي رندا يعني بتصيب بالعين على فكره. اي كان صبتك بالعين قبل شويه. يلا هدى مع مين؟ مع ستراندا. لا تخجلي قولي مع جورج. حبيبتي نورتيني اكيد. حبيبتي اني كلش احبكم اكيد. لا بعيد شر عنك. واني كلش احبكم واحب اصواتكم. هاي مشاركاتكم اكيد تسوى كل شيء. شكرا جزيلا هدى. وهسه ويانا عبود. ويسعد مساءك يا عبود. عبود على الحلو. مساء النور. شلونكم؟ شلونك يا عبود؟ تمام الحمد لله. اخباركم؟ اهلا يا عبود. اهلا وسهلا فيك. مين بدك عبود؟ انا ولا رندا؟ يعني اكيد وياك. أكيد وياك. معي عن جد يعني. معي. شكرا لك يا عبود. معلوم يعني فكرتك تختار رندا. يلا أوكي. يلا السؤال الأخير من عند رندا يا جماعة. تشبثوا. السؤال يقول ركزوا كلش زين. يلا جاهزين؟ يلا. ورد اسم نوح عليه السلام في القرآن الكريم كم مرة؟ 40 أو 43؟ 43. عبود جاوب بسرعة قبل هدى. فريق اليوم كلش متأخر بالإجابة. إذا جاوب صحيح بس كلش متأخر. الله أكبر الله أكبر. تحياتي لكم وإن شاء الله سلامات يا هدى. سلامنا. وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم. بدنا نقول مبروك لرندا الخسارة. وبدنا نقول هارد لك. عن جد هارد لك يعني رندا. حلقتين على التوالي خسارة. ثلاث حلقات على التوالي. ثلاث حلقات جورج. لا لا هذا رمضان كله أصلا ما فزت فوانيس لحد الآن يعني. أوكي. وياك ويا شيماء ما دعش الموضوع. يمكن ننتقل لحد شيماء. أربع حلقات. إيه ده أقول لك حلقتين ويا شيماء حلقتين وياك. الله يزيد ويبارك ما شاء الله. يلا الحمد لله مو مشكلة. خلينا نعمل القرعة أنا وياكم مستمعينا ومع رندا لحتى اليوم. الجائزة هي ست البيت من شركة دسمة للتجارة العامة والمواد. نعم. الغذائية. ويا ترى من اللي حيفوز؟ شغل لي بالي تعب لي حالة عذب لي قلبي وهسه اختاريت اسم بس بعدني من فتحت الورقة. وانا رح اختار اسم كمان. لا مي صغير. يا انا يا انتي. طيب يلا اوكي. مع انه انا ربحان بس ما شي. انت ربحان بس اني بس ايدك خضرة. أنا أختار. يلا إيدك خضر عليها شوية أزرق. وردة الحب اللي فازت اليوم. الله ألف مبروك وردة الحب اللي فازت بست البيت المقدمة من شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. مبروك يا وردة الحب. واتصلي بينا حتى نتواصل وياك. هسه تتصلين إذا ده سمعينا حتى تتواصلين ويا حسام.
على مود تتفاهمون بخصوص استلام الجائزة. ألف مبروك يا وردة الحب. بدأ يشتريها منك لأنه حسام. وكل التوفيق لبقية المشاركين, وأكيد باقي أيام هواية حتى تفوزون ويانا جوائز يومية أكيد مقدمة من راديو الغرب. ما شاء الله ما تسكتت. أوكي شكرا لك رندا, يعطيك ألف عافية رنود. معلش لا تزعلي, يعني دائما وجودك بالاستوديو هو لحاله مربح لنا. أدري. والله العظيم مربح لنا. شكرا لك. تعرفي غلاوتك عنا كلياتنا فردا. شكرا حسام, يعطيك ألف عافية على هذا الإبداع دائما بالأغنيات. شكرا رندا, شكرا, بتمنى لك دائما هيك أيام حلوة وجميلة, وإن شاء الله هيك ويك إند تكون كتير منيح. شكرا جزيلا لك يا جورج, أنت وحسام وكل المتصلين والمستمعين, استمتعنا جدا وياكم اليوم بفوانيس, وكل تحية لكم وألف مبروك اللي فاز ويانا اليوم, وإن شاء الله كل اللي محالفهم الحظ بالأيام القادمة من فوانيس. أكيد يعني أكو هواي أيام وهواي جوائز مفاجآت عبر راديو الغد. أكيد كل تحية لكم ومن يمي إلى اللقاء. أوكي, وأنا كمان نرحلكم باي باي, وتصبحون على وطن. هذا البرنامج برعاية شركة دسمة للتجارة العامة والمواد الغذائية. مستمعينا محلاكم راديو الغد.